جائزة الإعلام العربي لأفضل منصة إخبارية في الشرق الأوسط تخلينا يعني نشعر بالفخر إن القاهرة 24 حصل عليها، وده لعدة أسباب. سبب طبعا الفخر الأولاني إنه هذه المنصة منصة مصرية، فبالتالي نشعر بالفخر إنه منصة إخبارية مصرية تكون ليها هذه المكانة وتحصل على هذه الجائزة. نشعر بفخر كإعلاميين إننا عندنا هذا النوع من الجودة في الأخبار. الفخر الثالث هو فخر شخصي ليا أنا، باعتبار إن محمود المملوك هو صديقي، وشفت التعب والجهد اللي كان بيحصل من بداية القاهرة 24، فبحس بسعادة إني شفت القاهرة 24 وهي في بدايتها وإزاي وصلت لهذه المكانة. القاهرة 24 اللي احنا كلنا بقينا بنعتمد عليها يعني كمصدر من مصادرنا الإخبارية اليومية، ألف مبروك ليكم كفريق، وألف مبروك كمان لينا كمصريين كإعلاميين، وألف مبروك ليا أنا كمان كصديقة لمحمود المملوك.